الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحياء يمنع من الفواحش والرذائل، الحديث النبوي صحيح، أخرج الإمام البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحلو يقان حشاتك وحينداب قبك كحيندابة وحليالي وحي حمانة حديث هاي هذا الحمو، حديث هاي فعل حمو، حديث هاي أخلاق حمو. أريد أن وحينا تسيني حديث إمام البخاري وصوصاري كنورين أيو سحابي أبي مسعود عقبة بن عمرو وحولي هاي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وحكم ذا وحيرها إدت وكسو قارين هذا الكين نبي نبي يهوري هذا الكين بي يهوري شرايع دين نبي يهوري وحيكسو قارين وحكم ذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أما فافعل ما شئت. هدي أرد حشونين أون حشود كبوتشرين وحدون تسميه تم معنى هذا وحوية ما حديثك وحونا تسنى يا حشودك إنه قفق حشوده أو وحو كهد ليه إيه وحو سمين أيه مذك استوى الشرعي يدين دكم يسامو أخلاق ذا إيه آذاب تا إسلام كم يسامو أو قف أفحن أو فعل حن أو دقن حنان نقنني وحي كمتي وحي رها الشرايع دي هي ديمها ودم يسوافقين وارنا الله النسخين اوليت بسوجرتي الى يومنا هذا. وحكى حديث قلنا تسنيا ان حشودك وقفق حمانته ودن ديريتاد وغن قريو قفق هدو نقض قف بلا حشودنا انه وح الليالي وح قصاحن وصمين يسورت قلك تحيد نبينا صلى الله عليه وسلم رد ايسق وسيكا بيا محشودك قيمها وليها ينوت المامية مروح ينوت المامين وحشودك ايمانك كم يديهي حديث عن هربه وحق السوق هذا النيل. نبينا صلى الله عليه وسلم وعري الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة ايمانك ودورية تضبات اما الدورية لحدا لا مود ويب فأفضلها قول لا إله إلا الله وحوى مفعلها وحوى قصر يا موفد وقولك لا إله إلا الله يا كلمة التوحيد وحوى سيانا وإماطة الأذى عن الطريق وددوا وحي ضدك بويا لقوا عيهم. والحياء شعبة من الإيمان حشاد قنوى شعبة قبل إيمانك كم إذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أجيله مركا روحي نوت المامي حديث اي مبدن اي ورين ايسو الحياء والايمان قرنا اما قرنا جميعا حشود كي ايمانك ولا بل حريري لما انتود فاذا رفع احد ما رفع الاخر هدي متكود لا كوريا لك كرنا ولا كوريا ليا قفك هدي ايمانك لا كوريا لا حشود ما هدي حشودك لا كوريا لنا ايمانكنا وراعي يقف بلا ايمانه أي نقول يا لأنه إيمانك ما وقر في القلب وصدقه الأعمال ووحي قلبي يا كل أعماش أذناء يرهمين يا أعماش أذناء يكتر جميعا وي مركل النبي صلى الله عليه وسلم وحي نوشي الإيمان إنه يحيى خير أما وحى خير هين أن الله إيمان نن سحابية أولالك حشود كوانين يا ولم حال حشون يساون يعني وحشود كنس كده ليه
أي النبي صلى الله عليه وسلم مركي مركي ساوي دعه فإن الحياء خير أما فإنه لا يأتي إلا بخير والحشود هو خير والحشود هو حن وناجحين لبي ما ده إسكت يا أبوي وما ده إنه رندي وحي هيد وما الحشودها أو حشود كيا خلاق ده وناجسن يا هذا اللي هو ناجسني ودقنوا يحيي سيد القرآن كانوا ينبرا يسمها وحي مرقى حريرك لبك يددك نحمرا وحي حبنها ترنك لحريرا شريعة نويد الداه يعني سعد وصريح الله ما شيقه كذلك نقول ساعة سوكرا ايين هنا وحي لها سوكرا وين كحشون جرني بالمثلة نمك مرقى دمرك لا تلمام ايا مرقى علوش وضا وحقلان يعني روح دمرا ويوي ولا يرصد إلا لورنجري أما واحد لورنجري حمون دمر باهية إريادة مركا إما كان يستعمال لما يستعمال جرين إما كان واد أركيسا أما واد مقليسا سيدا ما أنت أخلاق دي لغن كي لوغو سود نوري سيدا وحي لغح شون جري أفق اللوغو بلارين أيو إيه وليبا داداد مود مركا يورو بيا مريكن تغين حشود كي يا حياقي بنان كاريكتاي oo wariiba la tamweelinayo oo yaani dawada lacag la gala daba taagan yahay sida akhlaaqdi iyo dhaqankii iyo adabkii wixii wanaagsanay ay way barka ugu tumanayaan ee wixii laga xishoon jiray ana wax xishoonaynin qofba maalinta weeyta wuxuu dhageysiyay ruux dumar ah oo hadlaysa malaha xubinka taranka ee dumarka ayadoo wariiba afka ku balaarinaysa 20 ama 30 jeer way soo qaaday oo siri toom iyo ku wardiisa iyo ma toom yani ma miyey ku wardiisa baad siri macna waxaasi waxay yani saadi isaga dhacayo maaha waxa weeye waa duulaan akhlaaqdeen iyo dhaqankeen iyo wanaageen yani lagu soo duulay weeye waxaan leeyahay inama umam oo akhlaaqu ma baqiyat fa inhu dhahabat akhlaaquhum dhahabu ummaduna waa akhlaaq ummadu waa dhaqan hadii ummada akhlaaqda iyo dhaqanku uu kalumo ayaguna waa tagayaan ummadu waa akhlaaq haday akhlaaqdu ka tukato yani waa ummad dhibaato marxuumaho yani in lagu tukado ayay u baahan tahay marka barakallahu fiikum waxaan u baahanahay akhlaaqda wanaagsan inaynu ilaalino oo waxa akhlaaq ummada nafeen iyo ubadkeen iyo dadkeenaba aynu ka ilaalino ilaahayna hayna ilaaliyo intaas ugu soo gooyay billaahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom waxay ku diyaarisay adeega fiber optic-ga adeegyadiisa kala duwan sida fiber to the air, fiberka guryaha, fiberka ganacsiga, ku raaxayso internet xawaare sare leh oo la isku halayn karo. Ka soo dalbo 121 ama kaalay xarumaha kugu dhowaa shirkadda Telesom si aad uga hesho adeega fiber optic-ga.